افتتح صباح 18 من أبريل عام 2016 معرض آثار الشارقة في مدريد، وذلك بمقر المتحف الوطني للآثار بالعاصمة الإسبانية. كان سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، وسعادة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإسبانيا حصة عبد الله العتيبة رفقة وفد رسمي من الجانب الإسباني، يتقدمه سعادة سكرتير الدولة للشؤون الخارجية إغناسيو إيبانيز وسعادة سكرتير الدولة للثقافة خوسيه ماريا لاسايه، فضلاً عن لفيف من السفراء العرب والأجانب كانوا في مقدمة الحضور لافتتاح المعرض. تفقد المشاركون أروقة المعرض الذي أفردت له إدارة المتحف الوطني للآثار عدداً من القاعات لاستيعاب 240 قطعة أثرية، 90% منها يعرض على الجمهور للمرة الأولى، والتي من خلالها يتم تسليط الضوء على مملكة مجان التاريخية بمخزونها الحضاري الذي امتد لحقب مديدة. إن هذا الكشف الأثري لهو نتيجة لتعاون مثمر امتد لعقدين من الزمن بين فريق بحث إسباني والفريق الوطني الإماراتي. أثمر هذا التعاون عن اكتشاف الفريق الإسباني التابع لجامعة الأوتونومة الإسبانية بمدريد عن شبكة هامة من شبكات القنوات المائية الأفلاج، مثلت أول نظام متكامل للري في شبه الجزيرة العمانية وأول عرض للمنظومة الزراعية في العصر الحديدي. اكتشافات الهيئة الإسبانية بالتعاون مع هيئة الأثار فريدة من نوعها إلى الآن، إذ لم يتم العثور على نظام قنوات تحت الأرض يتوفر على مخارج إلى السطح من قبل، بالإضافة إلى المساحة الزراعية التي كانت تشغلها. يقام هذا المعرض بمناسبة مرور 20 عاما على بدء التنقيبات من قبل الفريق الإسباني في إمارة الشارقة، وكذلك هي فرصة لعرض نماذج من مكتشفات ما تم تنقيبه في إمارة الشارقة على مدى 20 سنة الماضية، وتم اختيار بعض النماذج التي تمثل فترات زمنية مختلفة ابتداء من العصر الحجر القديم وحتى ما قبل الفترة الإسلامية. نتأمل أو نتوقع أن هناك مزيد من الاكتشافات التي تنطوي على أهمية كبرى ستؤثر حتما على تاريخ المنطقة، ويقتضي على ضوئها إعادة كتابة تاريخ المنطقة بما يتلائم والمكتشفات الجديدة وعلى ضوئها وبأهميتها. هذا وقد حظي المعرض باهتمام وإعجاب كافة الحضور الذين عبروا عن الأهمية الثقافية الكبيرة لهذا الكشف الأثري. أود التعبير عن عمق الصداقة التي تكنها الحكومة الإسبانية لحكومة الإمارات العربية المتحدة وبشكل خاص لإمارة الشارقة، وأهنئها على التعاون القائم بين متحف الآثار وهيئات الإمارة التي أدت إلى هذا المعرض الرائع الذي نفتتحه اليوم. كما عبر المسؤولون الإسبان عن أهمية مثل هذه المبادرات الثقافية والتعاون المشترك بين الجهات البحثية في إسبانيا والعالم العربي لتوطيد العلاقات المميزة بينهما دوماً. نحن اليوم أمام معرض في غاية الأهمية، بحيث يسمح لنا باكتشاف جزء من تاريخ الإمارات وكذلك عمان وبشكل عام لبلدان منطقة الخليج، وتمكننا أيضا من ملاحظة عمل وكالة التعاون الإسبانية وبعثة الآثار بشكل خاص التابعة لجامعة أوتونوما مدريد، وهذه البعثة تشتغل هناك منذ سنوات وهو أمر إيجابي. إن هذا المعرض الذي يقام اليوم في المتحف الإسباني الوطني لهو نموذج حي على الحوار بيننا والتواصل بين التواصل الثقافي والحضاري بين المملكة الإسبانية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وإن التوجيهات لصاحب السمو الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي التوجيهات المستمرة في عام التي أدت وأثرت بجعل إمارة الشارقة عاصمة للثقافة، إنما هي تمتد جسور التواصل الثقافي والحضاري لدول العالم ككل. هذا وكان المنظمون قد عقدوا مؤتمرا صحفيا قبيل افتتاح المعرض، قدموا من خلاله ملخصا للمراحل التي مر بها هذا العمل، وأجابوا على بعض أسئلة الحضور من الصحفيين.
من خلال معرض آثار الشارقة المقام هنا في العاصمة الإسبانية مدريد، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في إمارة الشارقة معرضاً يكشف عن الحضارة العربية الإسلامية الأصيلة، وذلك من خلال تعاون تم ما بين فريق بحثي إسباني وفريق محلي إماراتي للكشف عن مجموعة من الآثار الهامة التي تمثل مراحل شديدة الأهمية في تاريخ هذه المنطقة. حسين المنصور لتلفزيون الشارقة مدريد.